كانت واحدة من حسنوات الشاشة المصرية في الجيل الذهبي، ومش كده وبس، دي كانت نجمة ليها بريق خاص بيها سواء في حضورها أو ظهورها على الشاشة، وكانت معروفة قوي بالجمال والشياكة. هي الفنانة مريم فخر الدين. قالت إيه مريم فخر الدين عن فاتن حمامة؟ وليه اعترضت على لقب سيدة الشاشة العربية؟ وإيه رأيها في عادل إمام؟ وليه رفضت لقب الزعيم؟ تعالوا نعرف التفاصيل في التقرير اللي معنا. مريم فخر الدين ممثلة مصرية كانت ملقبة بحسناء الشاشة. اتولدت في يوم 8 سبتمبر سنة 1931 بمدينة الفيوم لأب مصري وأم مجارية. مريم فخر الدين كانت أخت الفنان يوسف فخر الدين الكبيرة. دخلت مجال الفن عن طريق الصدفة لحد ما بقت واحدة من أهم وأشهر نجوم الشاشة المصرية والعربية، وواحدة من ألمع نجوم مصر السينمائية في عصرها الذهبي. مريم فخر الدين قبل رحلها تم استضافتها في حوار تلفزيوني على الهواء، وقالت آراء جريئة قوي بحق اتنين من عمالقة الفن هما فاتن حمامة وعادل إمام. لما سألوا مريم فخر الدين عن الفنانين اللي بيطلق عليهم ألقاب زي فاتن حمامة المعروفة بسيدة الشاشة العربية والفنان عادل إمام الملقب بالزعيم خلال حوار نادر ليها مع الإعلامية هالة سرحان، قالت مريم فخر الدين بمنتهى الحرية: الحقيقة إن في ألقاب مستفزة زي سيدة الشاشة العربية، يعني أنا مثلا وشادية جربعات الشاشة، طب هند رستم وماجدة الصباحي وسعاد حسني يطلعوا ايه؟ يعني هي الرئيسة بتاعتنا واحنا العوالم. في ألقاب جميلة زي العندليب الأسمر. وعلقت كمان مريم فخر الدين عن تلقيب عادل إمام بالزعيم، وقالت: عادل إمام ممثل زينا، بيعرف ينزل حاجب ويرفع حاجب، ممثل زي أي ممثل يعني. أنا بهاجم اللقب، هو زعيم في المسرحية اللي قدمها، مفيش حد أحسن من حد. ودي كانت التصريحات اللي عملت ساعتها عاصفة داخل الوسط الفني، لأن عدد كبير اتفق معاها في كلامها. مريم فخر الدين دخلت الفن بالصدفة لما تعاقد معاها المصور عبد نصر والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول فيلم ليها وهو ليلة غرام. بعدها وصلت مسيرتها الفنية في السينما لحد ما بقت من نجوم الصف الأول وصاحبة رقم قياسي في عدد البطولات، لدرجة أنها قامت ببطولات مطلقة ورصدها الفني وصل ل400 فيلم، ده غير أنها أنتجت 9 أفلام. خدت خلال مسيرتها جوائز كتير، منها الجائزة الأولى في التمثيل عن دورها في فيلم لا أنام، وحوالي 500 شهادة تقدير من جهات فنية عديدة. في سنة 1952 اتجوزت المخرج محمود ذوالفقار وبقت تشاركه في أفلامه، وخلفت منه بنتها إيمان، واستمر جوازهم 11 سنة كاملين لحد ما انفصلوا عن بعض في سنة 1963. بعدها اتجوزت الدكتور محمد الطويل بعد 3 شهور من طلاقها من محمود ذوالفقار، وخلفت منه ابنها محمد، واستمر جوازهم 4 سنين. وفي سنة 1968 سافرت لبنان، وهناك اتجوزت المطرب السوري فهد بلانة، لكن ما استمرتش معاه كتير بسبب مشاكل ولادها معاه، لترتبط من شريف الفضالي ليكون جوزها الرابع، وقعدت معاه فترة ثم انفصلوا. وعاشت مريم فخر الدين حياتها لحد ما رحلت يوم 3 نوفمبر سنة 2014 عن عمر 81 سنة.